شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والمقرر عقده في فيينا خلال شهر أغسطس المقبل. وتأتي مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في اجتماع اللجنة التحضيرية بصفتها ممثلا عن المجموعة البرلمانية العربية، حيث تم اختيارها لتمثيل المجموعة تأكيدا على الدور الفاعل والمتميز للدبلوماسية البرلمانية بمملكة البحرين، والذي يعد إضافة نوعية للمنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. وخلال الاجتماع الذي شهد مشاركة ممثلين عن المجموعات البرلمانية الدولية، تم استعراض تقرير نتائج الاجتماع السابق. كما ألقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دارتو باشيكو كلمة أشار فيها للرؤية المستقبلية للعمل البرلماني الدولي. كما وعرض الأمين العام للبرلمان الدولي مارتن تشانكونغ تقريرا عاما حول الأنشطة التي نفذها الاتحاد في عام 2020، وتم الوقوف على استعدادات وتحضيرات الاجتماع العالمي لرؤساء البرلمانات وقمة رئيسات البرلمانات المقرر عقدها في فيينا. كما وقدم مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمحة عامة عن مشاورات مجموعة ونتائجها UN 75، إضافة إلى الخطوات المستقبلية حول تعزيز التعددية.